ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. يبدو أن المياه عادت لمجاريها بين العداء السابق سعيد عويطة ووالده بعد خلاف دام لسنوات بسبب الاتهامات التي وجه هذا الأخير لابنه. وظهر عويطة في العديد من الصور التي شاركها مع متابعي حسابه على الإنستغرام رفقة والده وزوجته خلال الزيارة التي يقومون بها لمدينة شفشاون، وعلق عليها قائلا: يوم رائع رفقة والدي وزوجتي وأخي بمدينة شفشاون. وأعلن عويطة من خلال الصور التي نشرها دخوله القفص الذهبي مجددا دون أن يكشف ملامح زوجته أو هويتها، إذ تكتم عن الحديث على زواجه وعن شريكة حياته. ويواجه سعيد عويطة شكاية تقدمت بها طليقته بسبب اتهامات النصب والاحتيال التي وجهها لها خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، حيث رفعت دعاوى قضائية ضده بعدما ادعى أنه جردته من كل أمواله وممتلكاته وتركته بلا شيء بعد التقاعد.